على الانفرا تمبر ريجن. انفرا تمبر ريجن وين هذا؟ خليني احكيكم عن مصر اوف ماستيكيشن. احنا شينا ويا الفيس مصر اوف ماستيكيشن لانه ضمن التمبرال فوسا تمبرال مصر قلنا انسيشن بيمن بالكورونال بروسس اوف ذا مانديبل اللي هو هذا. هذا هو تمبرال مصر. شوفوا هاي الهيد اوف مانديبل هذا الكورونال بروسس فلان هذا هو التمبرال مصر. واضح؟ ثاني عضله اللي هي شنو؟ ماسيتر اللي هي انسيشن مالت يكون هذا. الارجن مالت يكون من زيجماتيك ارش. هذا الارش مؤخرين هنا تقدر تشوفه هنا أنا. هذا زيجماتيك ارش والمصل مالته هاي على الرامس اوف مانديبل. اذا هذه هي الماسيتر مصل. هاي تمبرالس مصل اللي هنا تشوفوها هنا. الارش مالته بالكورونويد بروسس هذا من تو التاجي يسموه كورونويد تاجي. اوكي زين نجي بعد شنو عضله اثنين بعد من الموسيقى اربعه هي عندنا اثنين تمبرالس ومسيتر يبقى اثنين تريجويد مصر نجي عليه هسه وين هي ميديال ولا تريجويد واحده انسيشن مالتها بالهيد اوف المانديبل والثانيه بالانجل بالميديال بارت اوف الانجل اوف المانديبل نهايه وحده هنا وحده هنا هاي ميديال لا تريجويد وهاي ميديال تريجويد نجي هنا عليها هاي شنو هذا هاي لا ترتريجود من ترتريجود بليت هاي ترتريجود بليت أو سمينود بون فهذا هي لا ترتريجود مصل على الهيد أوف شنو أو تمبرال بون إذا هذا هو لا ترتريجود الميديا ترتريجود وين جاي هم من ميديا من لا تر بليت أو ترتريجود هلا تر بليت أو ترتريجود بليت لا تر بليت أو ترتريجود بون تجي هاي المظلة تروح انسيشن بالرامس اوف مانديبل بس ميديالي اذا هاي العضله هي ميديا تريجويد هاي شنو هاي؟ لا تريجويد بيناتهم يفوت برانش يا ارتري بيناتهم اللي هو ماكزيلا ارتري هذا ماكزيلا ارتري هذا برانش نروح لها تريجو ماكزيلاري فيشر نهايته نروح لتريجو ماكزيلاري فيشر فتشق موجود بين عظمهم بين تريجويد والماكزيلا فتفشر باب يسموه تريجو ماكزيلاري فيشر اللي هو هذا هو الثيرد برانش اوف ماكزيلاري ارتري ثيرد بارت اقصد هذا مو اكسترن كاروتيد ارتري قصدنا اخير شيء سوبرفيشال تمبرال والماكزيلاري فالماكزيلاري او ثري بارت من ضمنه يروح اخير شيء للتريجو ماكزيلاري فيشر اكو سؤال تساعدكم عليه هذا هنا هو الميديا تريجو هذا الاتر تريجود هاي ميديا تريجود اعاده هاي تمبرالس مصل والماسيتر هنا من زي كانت كارتش نجي على هذا مودي هم بيا هذا هنا نيرف هنا مو بس ارتري هذاك ارتري بي نجي هذا هو شلون شو سؤالك هو على فراتم برا فاصل كمل انت هسه تمبرال اكو سؤال عليه التمبرال تمبرالس مصل وال اركل تمبرال وال اوكي نجي هسه الانفرا تمبرال اللي بدنا نحكي عليه هسه نحكي عن الانفرا تمبرال ليفين بالاضافه للتمبرال مصل عندي لا تريجود هاي عضله لا تريجود جاي هذا تريجود بليت يا تريجود بليت لا تريجود ميديال لا تر جيب الاسكام مال الاسكام عندك ميديا تريجود لا تريجود فالتريجود مصل تريجويد مصل اللاتا تريجود تجي منها والميديا تريجود تروح لنا إذن عضلتين هاي التريجود مصل تشوفه تجي من هذا اللاترا بليت أوف لاتا تريجود مون تجي اللي هي لاتا تريجود مصل ومن الميديا الأسبكت مال لاترا بليت أوف تريجود مون تطلع لي عضلة نسميها الميديا تريجود تروح الى انجل اوف مانديبل هاي مصل اوف ماستيكيشن زين هنا نشوفها هذا اللاترال وهاي الميديال هاي الميديال زين هاي النيرفات اللي تشوفها هنا أنا. جوا اللاترال تريجود بليت اللي تشوفها هذا اللاترال تريجود بليت من اخر لاترال تريجود مصل القي الاوفالي موندو اوفر موندو يخرج من عند النافيانال تراجمال نيرف مانديبولار
هاي ترجمنا مانديبر ديفيجن او ترجمنا نيرف يعطيني برانش لل مصل اوف ماستيكيشن اللي هي تمبراليس مصل يعطيني نحب يعطيني تمبراليس مصل لل في الفير نيرف لينجوال نيرف اوكي فذين البرانشات اللي هي يعطي لل لور جو والتيث مالته والمصل اوف ماستيكيشن دي موتور وسنسري واضح هسه اللاترال ميديا تريجر بليت اوف مصل اوف ماستيكيشن فور مصل اوف ماستيكيشن واضحه لو هسه بدي اقول لكم على تريجو ماكسيلري هاي تريجو ماكسيلري فيشر هذا تريجو ماكسيلري فيشر بين اسفينويد بون بي ارجون اسفينويد بون بروسس اوف اسفينويد هاي اسفينويد بون بي ارجون نشوفه هذا الاقدام مالته يسمى بليت ما يسمى ارجون بليت لاترال ميديال ف وانت الى شنو ماكسيلر فصار عندي بين السنود بون وبين الماكسيلر اكو فتفشر فما نسميه سفينو انما سوى تيرجو ماكسيلر تيرجو ماكسيلري فشر فهذا الفشر هو تيرجو ماكسيلر فشر اللي نشوف هذا شكله بالضبط مثل الدمعة يعني شوف هسه أبا كتير بس مقلوبة يعني شنو واحد الدمعة شلون تنزل شكل مقلوب كتير مقلوب بالأبسايد داون فتكون هي النرنج مالت الأسفل ولا على وايدر يدخل من عندها السفينو بلاتين آرتر اللي هو برانش أوف ماكسيلري آرتر هذا تريجو ماكسيلري فيشر من يجي عليه المقطور يجي نشرح لكم اياها الديتيل مالي علي اكثر هنا هاي الاريا نسميها فوسا شو اسمها الفوسا؟ تريجو بلاتين فوسا تريجو بلاتين فوسا فيري جود تريجو بلاتين فوسا اللي بيها يا برانش يا نيرف ماكسيلري نيرف هنا انا مانديبلر فهنا انا هي ماكسيلري ديفيجن برانش اوف ديفيجن اوف تراجين نيرف وتريجو بلاتين جانجليون وبالماكسيلاري ارتري ثيرد بارت مال ماكسيلاري ارتري سكند بارت اوف ماكسيلاري ارتري ثيرد بارت اوف ماكسيلاري ارتري انا بعدين تقصد على المندبل نيرف ماكسيلاري نيرف ماكسيلاري نيرف تاجيم نيرف والتريجوم بلاتين جانجليون الاوتيك جانجليون هنا موجوده بال مندبل ديفيجن تاجيم نيرف من ندخل السفينو بلاتين السفينو ماكسيلاري تريجو ماكسيلاري فيشر تريجو ماكسيلاري فيشر هاي الفيشر يدخل الى فوسا اكو بها جلان نسميها او نيرف ماكسيلاري نيرف الجلان او الجنجل العفو هي تريجو بلاتين جنجل زين هسه اكو سؤال عندكم على الاري انفرا تمبرال ريجن تمبرال شوي شوي تبدون تعرفون الهيد ان هيد والفيس سكالب اليوم طلعكم اياها بعدين وراها ندينا نعطيكم مور ديتيل بالتانك تماجد اساعدك هنا هذا هذا هنا مور ديتيل اكثر بعد مور ديتيل هذا تي ام جي لاحظ هسه كلام هذا تي هنا تمبرال مانديبلر جوينت هذا ترايجس هذا زيجماتيك ارش نبدي ندخل مور دي اللي هو هذا انتان جوجلر فين هذا عندك المصل اللي تشوفه هنا هي اللي هي وش مصل ذس لا لا هاي هاي دايجاستك بوسيبلي هاي انتان بيري دايجاستك هذا ستايلو هايويد هاي ستايلو جلوسس نجي على التانك بس اعطيكم اياها كلها اقدر اي خليه بعدين صارت اسماء بس هي ما مسهله يعني تيجي تسال هذا الموديل من تقرا صوره تشوف الدايجاستك مصل ستايلت بروسس بين الدايجاستك والستايلت بروسس اكو هنا انا استركشر يفوت منه يا هو من يعرف اللي هو بين الدايجاستك والستايلت بروسس شو دكتور استركشر فيشن عارفين فيشن يقول بين الدايجاستك هاي دايجاستك واستله هيد هاي يخرج الفيشن نيرف اللي هو هذا هو الفيشن نيرف هاي دايجاستك شا
تشوفون وهاي السلة هيود هذه سوان بيناتن اكو نيرف يفوت هو الفاشن نيرف يطي برانش الى البوسيبيلي او دايغاستريك الى ستالو هاي المصل هاي ستالو هاي المصل وهذا الترنك دا شوفه يدخل بالباراتو ديجنان ويتوزع على شكل 5 برانش اللي هي تمبرال زاجوماتيك بوكال مانديبلا وسيرفايكال اللي هي موجودة من الباراتو ديجنان مو دني هذا نيك شنو هذا ني برانشات دني مال مانديبلر زين اكو سؤال ساعدكم.